بسم الله الرحمن الرحيم. جوار رقم 4 في اللور. طبعا احنا هنا في الانتيريور كومبارتمنت بتاع الجوار اهو. عرفنا منين؟ عرفنا عن طريق الانجوانا الليجمنت اهو. انجوانا الليجمنت رقم 8 تمام. عندك ماسك هنا في الانتيريور، ادي عندك الانتيريور سيبيريك الى سباين، وطبعا ده سيمفيس بيوبس. قرب الناحيه طبعا ده سيمفيس بيوبس، يبقى انا كده عرفت ان ده ميديال وان انا دلوقتي في الانتيريور كومبارتمنت وبدات اشتغل. قال قبل ما تنزل تحت ابدا الاول فوق كده، هتلاقي عضل طين جايين من الابدومين. العضله دي ظبط كده اللي اسمها ايه، السواس ميجور ماسل وادي الياقس ماسل تمام. وعندك النيرف اللي تنزل من فوق اهو الفيمورال نيرف، وادي رقم 2 عندك الايه الارتري اللي اسمه اللي هو الاكسترنال اليك ارتري، هيكمل تحت بالفيمورال ارتري اللي نازل ده تمام. خش بقى على ايه، على الكوتينيوس نيرف اوف ساي. كوتينيوس نيرف اوف ساي عندك صور دي الاول كده. عندي في الانتيريور كومبارتمنت بتاع الساي كان في 3 كوتينيوس نيرف، الناحيه اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي، والناحيه الميديال ميديال كوتينيوس نيرف اوف ساي، واللي في النص انترميديال كوتينيوس نيرف اوف ساي. نفس الكلام هنا، بص عندك الارب بس تمام كده. عندك اللي هو هنا ده اهو، ده ميديال كوتينيوس نيرف اوف ساي، واللي مشتعله ده لاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي، واللي بينهم ده اللي ايه الانترميديال كوتينيوس نيرف اوف ساي. بس هنا لو تيجي تلاحظ هتلاقي في نيرف هنا محطوط عليه رقم 21 ثواني بس، هتلاقي في نيرف محطوط عليه رقم 21. رقم 21 ده هيبقى نيرف اللي هو نيرف تو سارتوريوس ماسل، لان عندك العضله اصلا اللي هي بتعدي من ناحيه لاترال للميديال دي اسمها سارتوريوس، اللي هي اصلا رقم 20. فبالتالي النيرف اللي رايح لها يبقى نيرف سورتوريوس ماسل هو رقم 21. طب تعال بقى نشوف العضلات بتاعه الانتيريور كومبارتمنت. العضلات بتاعه الانتيريور كومبارتمنت بالترتيب كده، عندك العضله الاول اللي بتعدي من لاترال وبتعدي ميديال، هي العضله الوحيده اللي بتعمل الحركه دي، عضله طويله هي اسمها سورتوريوس ماسل. سورتوريوس ماسل تمام. وبعدين عندك ثلاثه بقى فاس، الاثنين فاسس والفيمور. عندك بص قرب هنا، عندك رقم 23 ثواني هخلص مصطفى نمشي. رقم 23 عندك ده اللي هو الريكتس فيموريز ماسل اهي تمام. طالما ال 23 دي الريكتس فيموريز، يبقى عندك رقم هات الناحيه دي يا سامي، رقم 24 اللي هي ايه الفاسس لاتراليز، واكيد الفاسس ميدياليز هتلاقيها هنا بقى، مش عارف موجوده ولا لا. حطيتها هو هنا على الرقم ده، بص تحت السارتوريوس هي رقم 19 الفاسس ميدياليز ماسل تمام كده. تمام هنا موضح لك ايه، موضح لك ان عندك هنا طبعا ده الفيمورال ارتري واضح قوي اهو، وطبعا ده الجريت سافرنس سافرنس فين، وعندك بيمشي معاه اللي هو السافرنس نيرف رقم 16. والمال النيرف اللي جنب السافرنس نيرف اصلا بيمشي معاه النيرف تومال فاسس ميدياليز بيبقى جنبه تمام. يبقى عندك الفين جريت سافرنس فين، وادي الفيمورال ارتري، وعادي عندك السافرنس نيرف والنيرف تو فاسس ميدياليز اللي هي اصلا رقمها اهو تمام كده. تمام لو خشينا بقى ناحيه الميديال، احنا هنعرف ان انا ميديال دلوقتي منين؟ هعرف منين ان انا ميديال؟ هعرف عن طريق السيمفيس بيو، بس ادي السيمفيس بيو بس اهو تمام. يبقى انا عندي اول عضله، طبعا انا عندي هنا السيمفيس بيوبس اهو تمام. فانا اقول لك ان انا كده ميديال، اول عضله بتبقى في الميديال هي رقم 10 اللي هي الجراسيليز ماسل تمام. وعندك في الميديال برضو تقريبا في الميديال اللي هو الادكتور لونجس ماسل اهي، انزل تحت معاها كده هتلاقي اللي تحتها اهي الادكتور، الادكتور دي ادكتور لونجس، واللي تحت دي ادكتور ماجنوس ماسل تمام. تمام تعالى بقى لف معايا، يبقى عندك رقم 10 الجراسيليز، لف بقى هتلاقي عندك ايه، هتلاقي عندك رقم 32. بس احنا كده فين؟ احنا كده ورا بقى ورا. بس خلاص عندك رقم 32، هتلاقي عندك السيمي اللي هي السيمي تندونوزيس ماسل، ورقم اللي هي 32 اللي هي دي، رقم 31 السيمي ميرونوزيس ماسل تمام، وعندك رقم 30 اللي هي البايسبس فيموريز تمام. يبقى خلاص بالترتيب اهي من اول ميديال كده لحد ورا، هتلاقي عندك الجراسيليز رقم 10 تمام، وكمل معاها بقى عندك اللي ايه السيمي تندينوزس رقم 32، وبعدها السيمي برونوزس رقم 31، ورقم 30 عندك اللي هي ايه اللي هي البايسبس فيموريس تمام كده. وقفت صبر يلا. اخر حاجه في الجر رقم 4 اللاترال بتاعه، اللاترال باين عن طريق الاليوتيبولار تراكت، انزل مع البتاع كده بص الاليوتيبولار تراكت قد ايه، شوف ده كله كده اليوتيبولار تراكت تمام. الاليوتيبولار تراكت ده بيمسك فيه عضلتين بيعملوا فيه انسيرشن. عندك عضله رقم 29 دي كلها كده اللي اسمها جلوتيوس ماكسيمم ماسل، بتمسك اهي فيه تمام. ده رقم واحد، دي عضله ورا، وتاني عضله اللي هي ايه اللي هي تنسور فاشيا لاتا ماسل اهي اللي هي رقم 25 تمام. يبقى انت كده خلاص، يبقى الاليوتيبولار تراكت لاترالي كبير اهو قد ايه، وبيمسك فيه جلوتيوس ماكسيمم. يا ابني راح فين الجلوتيوس ماكسيمم فوق اهي تمام، والتنسور فاشيا لاتا ايه ماسل اهي. خلاص خلاص.